اشتغل الروبو ميناء الغير المنفق، هل سأستفيد من تعويض صندوق الحماية أو لا؟ وهل ضروري الشحن حتى يشتغل لديك صندوق الحماية؟ وإن كان لا، ما هي الطريقة يعني للاستفادة من صندوق الحماية دون الشحن؟ وأيضا مشاركة معكم السحب $100 من AI Marketing عن طريق هذا الأمر. لا تنسى لايك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى توصل دائما بكل ما هو جديد. الموضوع بالنسبة للإخوان الذين يسألون يعني عن أنه تم تشغيل الروبو الخاص بي من خلال يعني الغير المنفق، يعني من هذا المبلغ يعني غير المنفق، هل يعني سيتم ظهور عندي صندوق الحماية؟ في هذه الحالة لن يتم ظهور عندك صندوق الحماية إلا في حالة واحدة، وهي الشحن. يعني هذا أمر مفروغ منه، إذا قمت بشحن يعني من محفظة خارجية يعني سيتم اشتغال أو ظهور عندك صندوق الحماية. يعني الحالة الذي سيظهر عندك صندوق الحماية حتى وإن لم تقوم بالشحن يعني من محفظة خارجية هو إعادة استثمار الكشبك. إن كان لديك هنا كشبك يعني متاح، يمكنك أن تقوم بإعادة استثمار الكشبك وسيظهر لديك صندوق الحماية، لأن هناك كثير من الأشخاص يعني ظهر عندهم صندوق الحماية من خلال إعادة الاستثمار الكشبك. لكن من يعني تشغيل الروبو من غير المنفق لن يظهر لديك صندوق الحماية إلا من خلال إعادة استثمار الكشبك يعني القديم. والحالة العادية هي أن تقوم يعني بشحن الروبو، فهذا أمر جيد جدا وهو حل. يمكنك أن تقوم بتعويض من خلاله كما ترى هنا، فهنا لدي تقريبا $200، وهنا كما ترى إن قمت بالذهاب هذا المكان الكشبك الذي هنا 658 في اليور كشبك، والذي هنا في اليور كشبك 724، فستجد هنا يعني الفرق وتقوم بخصمه يعني من هذا المبلغ الذي هنا 447، كانت لدي هنا $500. الآن سأقوم بالضغط هنا على مطلب في الاسترداد النقود، سيتم إضافة هذه $3 أو $4 إلى $104، وسأقوم بسحبها الآن الإخوان مباشرة في هذا الفيديو. أقوم بمطالبة باسترداد النقود، تم بنجاح كما ترى هنا، أصبح لدي 148. فالآن سنمر مباشرة إلى السحب يعني من الـ AI Marketing. الآن سنقوم بالسحب $108 على البيتكوين، سنقوم بالذهاب إلى محفظتنا على منصة بيناس، ثم نقوم بالرجوع إلى الوراء هكذا، ثم نقوم ببحثنا على BTC، ثم نقوم بأخذ محفظة خاصة بنا على البيتكوين، وهذه هي البيتكوين. سنقوم بأخذ المحفظة عن طريق الضغط على الإيداع، ثم عندما تقوم بالضغط هنا على الإيداع تقوم باختيار يعني الشبكة عملة الرقمية، هنا تظهر لديك بيتكوين هنا، ثم تقوم باختيار نوع الشبكة، الشبكة هي BTC كما ترى هنا، قم باختيار شبكة بيتكوين، قم بأخذ محفظة الخاص بنا من هنا عن طريق الضغط على هذا المربع نسخ، ثم نقوم بالسحب إليه من AI Marketing. نقوم بالذهاب إلى AI Marketing، ثم نقوم بكتابة هنا $108، ثم اختيار بيتكوين، ثم وضع هنا المحفظة، ثم نقوم بالضغط هنا على ترانسفير، سنتوصل ب $106 على محفظتنا على البيتكوين. نقوم بالضغط على ترانسفير، ثم يتم السحب مباشرة، وبعد 12 ساعة أو أقل سنتوصل دائما بالسحب على حسابنا. كما ترى هنا تم خصم الحساب من الكارت، يعني بعد 12 ساعة سأقوم بمشاركة معكم يعني إثبات السحب عندما يصلني مباشرة إلى محفظتي على البيتكوين. وهذه الإثباتات التي قمت بسحبها من AI Marketing، كلها كما ترى هنا 5 سحوبات من AI Marketing. بالنسبة للإخوة المهتمين بالعملات الرقمية والبيتكوين، فهناك بعض يعني الأمور أو بعض الإشارات السلبية تحدث في سوق العملات الرقمية بخصوص ما يحدث في الصين الإخوان، لهذا أريدكم يعني أن تكونوا يعني يقظين بخصوص هذا يعني هذه الأخبار وبهذا الأمر. فربما يعني هناك احتمال، لكن احتمال أرشح بنسبة 40% نزول بيتكوين إلى $28,000. إذا نزل إلى هذه يعني المقاومة، فهنا يجب عليك أن تقوم بالشراء بعض، يعني سواء كان لديك سيولة كبيرة قم بشراء بيتكوين، وإن كانت لديك يعني رأس مال صغير أو يعني متوسط قم بشراء بعض يعني العملات الرقمية الأخرى البديلة التي لديها مشروع قوي لكي تستفيد يعني من الصعود. لأن عندما الهبوط إلى $28 يعني لن يلبث كثيرا في هذا المكان، يعني سرعان ما يتم مباشرة يعني صعود إلى القمة التاريخية للإخوان. لهذا أريدكم أن تستفيدوا من هذا الأمر، لهذا شاركت معكم الإخوان المهتمين بالعملات الرقمية. أتمنى أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم.
ادخل علينا بلايك والاشتراك، وايضا تفعيل زر الجرس حتى توصل دائما بكل ما هو جديد. والسلام عليكم.